الجزائرية القطرية للحديد والصلب ببلارة، والتي دخلت في مرحلة الإنتاج التجريبي في أكتوبر الماضي، اليوم بدأت الإنتاج الفعلي بمعدل 10 ساعات، وخلال الأسابيع القادمة وحدة الدرفلة رقم 1 ستشغل لمدة 24 ساعة بطاقة إنتاجية تقدر ب 750 ألف طن في السنة، وستغطي بذلك جزءا مهما من احتياجات السوق الوطنية. اليوم عندنا هدف أولي هو تغطية السوق المحلي، السوق الداخلي الجزائري، من مادة حديد التسليح والأسلاك الحديدية، هذا كهدف أولي. الهدف الثاني هو التصدير، لأنه اليوم بعد نقدر نقول بعد سنة سنتين أقصى حد راح يكون اكتفاء ذاتي، وراح يكون فائض في المحل في المنتوج حديد التسليح والأسلاك الحديدية. لهذا راح نضطر لتوجه الأسواق الخارجية، وإن شاء الله نتوقعها بالك إن شاء الله بداية من 2019. نشيد بالحكومة الجزائرية اللي يعني استقطبت هذا الاستثمار وجسدته على أرض الواقع. فطبعا بالنسبة لنا احنا كمستثمرين من الناحية الاقتصادية معروفة الأهداف، وأكيد راح يكون له مردود اقتصادي كبير على الشركة والملاك اللي هم من الطرف الجزائري والطرف القطري. المشروع الذي يعد ثمرة شراكة جزائرية قطرية يتكون من 9 وحدات داخل مركب بلارة للحديد والصلب، سيوفر حوالي 1500 منصب شغل بعد تسليمه نهائيا في 2019. خلي الجميع السكيك ده. الحمد لله رانا هنايا، دخلنا هنا لاكياس هذه، درنا فورماسيون هنايا، درنا مع الياس جي تاع النابا، ودرنا مع دانيلي ايطاليان، شركة ايطالية. بو خدمتي هنايا تبدا من سورتي دفور، ملي تخرج لابيات كما سموها هنا لابيات من سورتي دفور، جوسكا لا سازيام كاج. الشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب، والتي انطلقت أشغال إنجازها في 2015، ورقة اقتصادية رابحة لصناعة وتحويل الحديد، وكذا تصديره والتقليص من فاتورة الاستيراد.